نمت يا ساره؟ ساره اتكلمت مع الدكتور النفساني زي ما وعدتني؟ مفيش فايدة، مفيش فايدة يا آدم. بص يا سارة، يعني عشان سيناريست مشهور زي يروح لدكتور نفساني فالموضوع بيبقى يعني شوية محتاج. انت عارف انا اتجوزتك ليه؟ عشان بتحبيني. مش بس كده يا ادم، عشان قررت ان انا اشاركك حياتك اللي انا مؤمنه ان هي حياتي انا كمان. كنت عايزه اشاركك في كل حاجه انت بتحبها، حتى الافلام اللي انت بتعملها اللي انا حبيتها. كان نفسي نعمل كل حاجه مع بعض، ما يكونش في اي سبب للطلاق. شغلك يأثر على حياتنا ولا حياتنا تأثر على شغلك. خليك كده يا آدم، خليك شاكك فيا وفي سلوكي، خليك عايش ميت وموتني معاك. انت عارف انت ما تفرقش اي حاجة عن الراجل اللي معاه الفيديوهات دي. وعلى فكرة انت عيان، عيان ولازم تتعالج. وعشان تعرف ترجع تحبني تاني انت لازم تتعالج يا آدم. تمام؟